بما أنه كنا عم نشوف كيف تم استقبال الطلاب لعودة المدارس، بننتقل لمساحة خاصة بتطوير المناهج. رح نسلط الضوء على جودة المناهج وما هي المعايير المناسبة اليوم. لنحكي عن الموضوع معنا الأستاذ أحمد علي، رئيس الجودة في المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الأخبارية السورية. صباح الخير لكم وصباح الخير لكادر الإخبارية وللسادة المشاهدين، وبالتأكيد الصباح الأغلى مثل ما ذكرتم شوي هو الأبطال الجيش العربي السوري اللي نحن موجودين هون بسببهم اليوم. أهلا وسهلا فيك. بالبداية يعني موضوع المناهج هو موضوع كتير هام، أكيد أي شيء بيتعلق ببناء جيل لمستقبل سوريا هو موضوع لازم يكون محط أنظار، يمكن لازم ندخل بتفاصيله. أكيد. جودة المناهج، شو مفهوم جودة المناهج؟ خلينا نعرف المشاهدين شو هو مفهومه. تمام، بداية خلينا نحكي شوي عن تطور التاريخي لمفهوم الجودة بشكل العام وننتقل منه إلى مفهوم الجودة في المناهج. تاريخيا مفهوم الجودة بشكل عام ظهر في نهاية القرن العشرين، يعني حوالي عام 1890 بشكل أساسي في اليابان، ثم انتقل إلى دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، ومنه حتى يعني عصرنا الحالي أصبح موضوع العصر حاليا. هلا بشكل أساسي هو تجسد كنهج إداري، يعني قدم مفهوم جديد للنظام الإداري القديم بحيث تعمل الإدارة على تحسين جودة المنتجات. هلا بشكل أساسي كما ذكرت منذ قليل ظهر في اليابان، والذي عززوا أكثر كان خسارة بعض المؤسسات الأوروبية والأمريكية بنهاية القرن العشرين لحصصها في الأسواق العالمية. صار في منافسة على مستوى جودة المنتج، المؤسسات اليابانية سبقت آنذاك المؤسسات الأوروبية والأمريكية، مما خلق تنافس عالمي على السوق. هذا الشيء يعني عطى دفع أكبر لمفهوم الجودة. هلا كمان يعني خلينا نقول المرحلتين الأساسيتين لتطور مفهوم الجودة، فينا نقول المرحلة الأولى كانت أطلق عليها مرحلة ضبط الجودة. هذا يعني هاي المرحلة كانت امتدت تقريبا بين عام 1890 وعام 1920. بشكل أساسي كان من يقوم بعمليات ضبط الجودة هن مشرفين متخصصين في مجال الجودة، بعد أن يتم الوصول إلى مرحلة الإنتاج، يعني كنا نتعامل مع منتج مر بجميع عمليات الإنتاج. المرحلة الثانية كانت وسميت مرحلة التفتيش الإحصائي للجودة. هذه المرحلة تميزت بمتابعة دقيقة قبل أن يخرج المنتج وقبل أن يعني يصل إلى المرحلة النهائية، بحيث أن نتابع عمليات تصنيع هذا المنتج وصولاً بس إليه. هون يمكن في اختلاف لما نحكي عن جودة منتج وجودة مناهج. تماماً، هذا الشيء اللي بدنا هذا اللي بدي أسألك عنه. لما تقول جودة منتج، هذا المنتج فيك تطوره، نفس شيء جودة المناهج هي مختلفة عن جودة المنتج وهي فيها مسؤولية، خصوصا اليوم عم نشوف كثير من الأهالي بيقول لك أنا بعاني مع أولادي، المناهج ضخمة، المناهج لا تناسب الأعمار إن كان ابتدائية أو إعدادية، الفترة الزمنية للمدرسة يمكن أقصر من الفترة الأساسية للمنهاج الحالي. هذا الشيء اللي حكيته من شوي هو تطور تاريخي مفهوم الجودة. هلأ كيف انتقلت إلى المناهج بشكل عام وإلى التربية؟ يعني سأل التربويون أنذاك هل يمكن أن نطبق معايير جودة على أو في مجال التربية؟ كان الجواب نعم وبكل تأكيد، على اعتبار بأن المنتج التربوي هو المنتج الأهم. يعني عندما تحدث عن المتعلم هو أهم منتج يمكن أن يدخل في عمليات الإنتاج الأخرى، لأن المتعلم هو من يقوم بالعمليات الصناعية، هو من يقوم بالعمليات الأخرى في المجتمع. فبالتالي انتقل مفهوم الجودة إلى التعليم بشكل العام وإلى المناهج، بمعنى أننا يجب أن نبحث عن مجموعة من المواصفات التي يجب أن تتوافر في هذا المنهاج كما ذكرتي، على مستوى البيئة المدرسية، على مستوى المناهج، على مستوى أيضا مصادر التعليم. فينا نقول المركز يعني هنا المركز بشكل عام يعني وضع قبل بداية تطوير المناهج وضع معايير لجودة هذا المنهاج ليقدم التأكد بشكل دقيق هل هذه المعايير يتم تحقيقها أثناء عمليات التأليف، وبالتالي هل وصلنا إلى منتج أو كتاب مدرسي أو بالنهاية إلى عملية تعليمية صحيحة. هذا ما تم العمل عليه في المركز في الفترة في الفترة السابقة، وسنتحدث الآن بتفصيل عن هذه المعايير وإجراءاتها. أستاذ أحمد، انتقادات عديدة وجهت للمناهج لتعديل المناهج، معايير معينة اتبعتوها أنتم يمكن بقياس جودة المنهج، يمكن هيدا المعايير لازم يتم الشرع عنها لمشاهدينا حاليا، يلي صار في شغلات كتير كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانتقادات يلي صارت للمناهج. المعايير يلي اتبعتوها لتعديل المنهج سواء كان بمادة اللغة العربية حتى الرياضيات بالذات.
تماما. هلا بدايه نحن كما ذكرت قبل ان نبدا بعمليه تطوير المناهج وضعنا مصفوفه معايير للجوده. بشكل عام هذه المعايير كانت مواكبه وطنية وأيضا كانت مواكبة للتطورات العالمية. وضعنا وثيقة هامة جدا في المركز، ومنذ أيام قليلة تم إطلاقها بشكل رسمي، وثيقة الإطار العام للمنهاج الوطني في الجمهورية العربية السورية، يمكن أن نشاهده أيضا. هذه الوثيقة مثلت بشكل أساسي المصدر الرئيسي لمعايير الجودة، الإطار العام للمنهاج التربوي الوطني، الإطار العام للمنهاج الوطني في الجمهورية العربية السورية. نعم 2019 هو بدأ العمل عليه منذ عام 2015 وطورت المناهج على أساس، وأطلق بشكل رسمي بحفل بتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونسكو العالمية المعروفة. هذا الإطار يتناول بشكل أساسي ماذا نريد من المنهاج السوري أن يحقق، ما هي مواصفات الطالب السوري، ماذا سيتعلم، كيف سيتعلم، كيف نضمن جودة هذا يعني التعلم. يعني يتضمن تفاصيل، يتضمن بشكل عام الأساسيات التي أخذنا منها معايير الجودة الخاصة بالمنهاج. هلا كما تعلمون المنهاج بشكل عام هو مفهوم شامل، يعني ليس فقط كتاب مدرسي. المنهاج أولا توضع معايير تعليمية لهذا المنهاج، ثم تترجم إلى محتوى علمي، ثم إلى يقدم هذا المحتوى عن طريق طرائق تدريس. هذه المعايير كيف يتم اتخاذها بالمشاركة يمكن مع الأهالي أو المدارس من خلال دراسة واسعة أو تواصل واسع معهم؟ فينا نقول تماما تمت هذه المعايير وضعها والإطار العام بشكل عام بناء كما ذكرت منذ قليل على المتطلبات الوطنية. تم دراسة للواقع الراهن، المجتمع السوري ماذا يحتاج في المستقبل. تعرفون الآن نحن في مرحلة القادمة، في مرحلة إعادة إعمار، وفي مرحلة تطوير لسوريا إن شاء الله. فهذا الإطار العام، وبشكل عام المناهج المطورة ستلعب إن شاء الله دور كبير في عملية إعادة الإعمار. إذا تحدثنا بشكل أساسي عن تفاصيل، إذا نريد أن نتحدث عن تفاصيل معايير الجودة في المنهاج، لدينا بالبداية المحتوى التعليمي. المحتوى التعليمي يجب أن يتصف بعدة معايير. هذه المعايير واضحة ووضعناها بدءا بحداثة هذا المحتوى. كما تعلمون نحن في مجتمع أو في عالم متسارع المعرفة، يعني كل يوم هناك اكتشافات جديدة. سين معايير يمكن تتغير سنة عن سنة، فينا نقول تتطور مع التطور، بيتم تطويرها تماما، تتطور مع التطور العلمي الحاصل ومع متغيرات الواقع بشكل عام. أخذتوا بعين الاعتبار المستوى الذهني للطالب؟ تأكيد هو معيار أساسي في وضع المنهاج. يعني تم هناك دراسات نفسية تمت، ماذا يناسب الطالب في مرحلة التعليم الأساسي، وما هي المفاهيم التي يمكن أن يكتسبها في مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي. فبالتالي وضعت المناهج بما يتناسب مع هي نقطة كثير مهمة، لأنه في بتلاقي مستويات مختلفة. يعني لما نحكي عن مستوى ذهني أو فكري للطالب في مستويات مختلفة. سابقا كان في ملاحظات أنه هيدا المنهاج يمكن مباشر، منوع عملي أكثر. هلأ عم نشوف نوعا ما العجلة التطور لمناهج العلمية، عم يكون فيها تمارين عملية وفكرية أكثر للطفل اليوم. أي شيء جديد يعني يحتاج إلى فترة لكي نعرف نتائجه. فبالتالي المناهج العام الدراسي الحالي هو يعني أول تطبيق لمناهج الثالث والسادس والتاسع والبكالوريا، وعلى مدار العامين الماضيين تم تطوير المناهج. الآن وصلنا إلى مرحلة مناهج كاملة مطورة من الصف الأول إلى الصف الثاني الثانوي في رعاية الأدب والعلمي. فبالتالي نحن بحاجة إلى وقت لرصد النتائج، لكن بشكل عام على مستوى فينا نقول من الصف الأول للثانوي تم تطوير المناهج ولا تنزل تدريجيا؟ تماما هي نزلت تدريجيا بداية من العام الدراسي ما قبل الماضي. تم تطوير أربع صفوف مناهج لأربع صفوف، الصف الأول والصف الرابع والصف السابع والصف العاشر، على اعتبار بأنه كل صف يمثل بداية مرحلة بالنسبة للطلاب. العام الذي تلاه تم تطوير مناهج الصف الثاني والصف الخامس والصف الثامن والصف الحادي عشر. العام الدراسي الذي بدأ منذ قليل ورأينا التقرير تم تطوير أكثر من 3 مليون طالب توجهوا للمدارس. 3 مليون 700 ألف أكيد. العام الحالي تم اكتمال السلسلة، طورنا كتب الصف الثالث وكتب الصف السادس وكتب الصف التاسع والثالث الثانوي. الآن أصبح لدينا سلسلة كاملة للمناهج، هي سلسلة مطورة. بالتأكيد سنتابع هذه المناهج وستتم التعديلات بناء على النتائج التي سنرصدها في الميدان التربوي. في سؤال بس بيخطر لي، مع تطوير المناهج اليوم خلال ظروف الحرب تم تسريب عدد من الطلاب وعادوا، يعني بعد تحرير جميع المناطق.
الحرائق في دمشق على يد رجال الجيش العربي السوري، عاد كثير من الأطفال لهي المدارس يمكن تسربين سنة وسنتين أو ثلاثة. تمام. هل أخذ بعين الاعتبار هدول التفاصيل؟ تماماً. لأنه هي نقطة كثير مهمة لما نشوف اللي عمره 9 سنين قاعد مع 7 سنين أو تماماً. فكيف بيكون التعامل؟ يعني وزارة التربية عملت على معالجته منذ أن بدأ يعني وليس الآن. هناك مناهج ألفت، مناهج الفئة بي صفين بصف، يعني اكيد كان في في اختبار قبل لسبر معلومات. اول شيء في بيعملوا اختبار سبر المعلومات، بيصير بالبدايه بناء على نتائج اختبار سبر المعلومات يدخل للصف. مناهج الفئه ب هي مناهج تمتد من الصف الاول للصف الثامن، كل صفين بصف واحد، تم يعني دمج هذه مناهج صفين مع بعض في صف واحد حتى نخفف السنوات التي ذهبت على اعزائنا الطلاب باعتبار انهم كانوا متسربين. وهي يعني كانت تجربه جدا ناجحه، اعادت الكثير من طلابنا، اغلب طلابنا الان عادوا الى بيعيدوا بيرجعوا اكثر يمكن تفاؤل لما تحسسهم انه ما راح عليهم شيء وما خسروا شيء، فينا نرجعهم على المدرسه ويكون في سبر معلومات. تمام. او مثل ما قلت يكون في اخذ بعين الاعتبار ضمن المناهج. صحيح. تمام. صحيح. يعني في مآخذ أخذوها طلاب البكالوريا وأهالي طلاب البكالوريا عن ضخامة كل سنة طلاب البكالوريا عندهم مآخذ مآخذ الشهادة سنة إيه تماما نور، بس كان في ضخامة بالمعلومات. إحنا بنتذكر وقت أخذنا بكالوريا كان عندنا 3 كتب بالأدبي والقصص اللي هيك، بس كانوا صعبين يعني معنا صحيح. نحن أصعب من هذا المكان أكبر إيه، بس إنهم يعني تضايقوا شوي من ضخامة المعلومات، حابين هالكتاب الصغير. طيب هلا نحن تفادينا كثير أخطاء يمكن بتعديل المناهج تم ضبطها يمكن بسنين التالية عن السنين السابقة، شو التعديلات اللي اتخذتوها وشو أخذتوا بعين الاعتبار؟ هل كان في ضخامة بالمناهج؟ هلا بشكل عام يعني الضخامة هي يعني عندما نتحدث عن مهارات، يعني عندما يتحول المنهاج التربوي إلى منهاج يعلم الطلاب مهارات، يعني الضخامة تتعلق دائما بالمعلومات. نحن ندرس في منهاجنا المطور الطلاب مجموعة من المهارات بناء على كم معين من المعلومات، فالضخامة يعني لا نستطيع أن نقول هناك ضخامة لأن المنهاج وضع بناء على معايير يعني ومستويات ومقاييس محددة. يعني ما وضع في الكتب كتب البكالوريا هو بناء على سلسلة من المعايير بدأت من صف الأول حتى وصلنا بها إلى الصف الثاني الثانوي. هلا هناك فروق فردية بين الطلاب، قد يشعر بعض الطلاب بأنه المنهاج يعني ممكن أن يكون ضخم أو قليلاً أو إلى آخره، لكن بشكل عام يعني وضعت وفق أسس منهجية وفق أسس صحيحة، ويعني وهذا أيضاً من أجل الحفاظ على الشهادة السورية. كما تعلمون الشهادة السورية من يعني ما زالت محافظة على قيمتها. صحيح. في المنطقة، فبالتالي يعني هي بالنهاية تم وضع هذه المنهج بناء على معايير منهجية، فلا نستطيع أن نقول هناك ضخامة، بالعكس هناك توازن في كتب البكالوريا خاصة الكتب المطورة التي هي كل سنة لازم يكون لهم حركة طلاب البكالوريا، لأنه بالأخير هي شهادة بتحدد مصير الطالب بالمستقبل. هلا يمكن اللي لاحظناه بتطوير المناهج حاليا، سابقا كان دائما عندك مثلا الطالب يحفظ جميع المواد ولازم يكون جايب علامات تامة بكل المواد، هلا عم نشوف من خلال تطوير المناهج والتمارين العملية على أرض الواقع لو كان مثلا الطالب شاطر أو متفوق بالرياضيات بيتم التركيز عليه وبيتم دعمه وبيتم استثماره، مو بالضرورة أنت تكون متفوق بجميع المواد. وعم نشوفهم بمشاركاتهم إن كان من خلال الأولمبياد العلمي السوري. قديش مهم هي النقطة، يعني ما يعني في كتير من الطلاب عندهم قدرات كتير مهمة يجب التركيز عليها، مو بالضروري أنا أكون متفوق بجميع المواد، لا عم يكون في مادة معينة وأنا استثمر لأنه بيكون في عنده فكر محدد أو فكر ممكن استثماره لهذا الطالب. تماما. هذا الشيء تم لاحظه في المناهج المطورة عن طريق موضوع المشروعات والمبادرات. يعني المناهج المطورة تمنح لجميع الطلاب باختلاف اهتماماتهم وباختلاف قدراتهم أن يظهروا هذه المواهب ويظهروا هذه القدرات. يعني من فترة شهر تقريبا أو أكثر بقليل يعني تم على مستوى سوريا لأول مرة عقد المؤتمر المهرجان الوطني للمبادرات الطلابية. يعني نظمت وزارة التربية و
نظم في دار الأوبرا، فقدمت عروض كثيرة تعبر عن تفوق الطلاب في جوانب معينة. صحيح. وأيضا المشروعات، يعني من خلال المشروعات هذا الشيء لاحظ في المناهج المطورة، يعني سنعمل في السنوات القادمة على تعزيز الجانب الإبداعي في لدى المتعلم، بمعنى أن المتعلم قد يكون كما ذكرتي مبدع في مادة ما، جانب التركيز على الجانب الإبداعي ليس الحفظي مثل ما كان سابقا. تمام. أو تمام. مباشر. هناك الكثير من المجالات التي يمكن للطالب أن يعبر فيها عن موهبته سواء داخل الصف أو حتى على مستوى محافظته أو حتى على مستوى دليل على القطر. هذا الشيء أنه في طالب مثلا بيكون نور ما نو شاطر بالرياضيات ولكن مبدع بشغلة تانية، يمكن هذا الشيء وزارة التربية يمكن هلا عم بتركز عليه. من ضمن المعايير اللي أنتم اتخذتوها بمنهاج بتطوير المناهج وجودة المناهج الغلاف، احنا شفنا ايضا الغلاف في عنده هيك حله جديده بيجذب الغلاف، اي كتاب بدنا نقتنيه نحن لو كان جميل بس بيجذبنا الغلاف لاي حد كمان. انتبهنا على هذا الشيء وخاصه عقول الاطفال بتلقط شغله من الكتاب. تماما. موضوع الغلاف يعني موضوع عام وشكرا لذكره. الان في اغلفه المناهج المطوره اصبح هناك هويه بصريه واضحه بالنسبه للمناهج كما ذكرت وتم لحظها، بمعنى أن كل صف أصبح له لون خاص به وكل مادة أصبح لها لون خاص بها، بمعنى أن مادة التاريخ على سبيل المثال لها لون يمتد من الصف السابع حتى الثالث الثانوي، فهذه الهوية البصرية أعطت كما ذكرت هيك انطباعا إيجابيا لدى الطلاب، بالإضافة إلى هذه الهوية الموجودة على مستوى الألوان ترك مساحة في الغلاف لوضع صورة لوحة فنية تشكيلية تعبر بشكل أو بآخر عن مضمون أو رسالة التي سيقدمها هذا الكتاب. أيضا يعني قمنا بشيء بالنسبة للأطفال، يعني مرحلة الطفولة من الصف يعني مرحلة التعليم الأساسي أقصد من الصف الأول إلى الصف السادس، يعني وضعنا على الغلاف من الخلف، يعني أقصد من الجهة الأخرى وضعنا مجموعة من العصافير على يعني هذه العصافير موجودة على حبل، فكلما تقدم الطالب صف إلى الأمام يعني يلاحظ أن هناك أحد هذه العصافير قد طار، بمعنى أنه أصبح في صف الثالث أو الرابع أو الخامس، فأوصلت رسالة، والغلاف في النهاية هو لإيصال رسالة ما إلى الطلاب. أتوقع أنه الأغلفة الجديدة للمناهج قد نالت الرضا سواء من قبل الطلاب أو حتى من قبل الأهالي وأولياء الأمور. يمكن عالم المناهج وتطوير المناهج بده جهد كتير كبير عم تقوم فيه وزارة التربية، أكيد نتشكركم على الجهود اللي عم تقوموا فيها، ودائما بما أنه في عنا مقاييس ومعايير الجودة في مواكبة لتطوير هي المناهج. شكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. وشكرا للإخبارية السورية دائما لاهتمامها بالمواضيع التربوية. شكرا جزيلا لكم. أهلا وسهلا. مثل ما قالت نور جهود كبيرة مبذولة مشكورة وزارة التربية أكيد على هيدا الجهود مبذولة، ومشكورين أنتم كمان كأحد بالمؤسسات عم تعملوا على تطوير وبناء وطن. شكرا كثير لوجودك معنا. الله يسلمك. أهلا وسهلا.